صلي على محمد وآل محمد. السلام عليكم أخوتي ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أخوتي في كل مكان. إخواني الأعزاء، اليوم أيضا عندنا تفسير، هو أحد الأحلام ودائما يتكرر عند الناس وعند المرأة أو الرجل، وهو العطش في الحلم في الرؤيا، إنه يشوف نفسه عطشان. شنو السبب اللي على العطش، أو شنو تفسير هذا الحلم؟ وهو تفسير العطش في الحلم قد يدل على توقف الحال والأحوال، يدل على توقف الحال والأحوال وتعطل الأعمال وربما الفقر والافتقار. والعطش في الحلم هو اشتياق إلى الغائب. والعطش في الرواية قد يدل على فساد في الدين، يدل في الرؤى إذا شفت نفسك عطشان يدل على أنه فساد في الدين. ومن رأى أنه عطشان في المنام وأمامه نهار لكنه لا يشرب منه، ما يقدر يشرب من هذا النهر، فقد يكون ذلك نهاية حزن. وقيل إن العطش من كان عطشانا في المنام ولم يشرب فهو لا ينال مراده، يعني ما يحصل اللي يريده واللي هو بباله، يعني تكون عنده قضية لكن ما يحصلها. ومن كان في عطشه في الحلم ثم شربه فارتوى، شرب فارتوى، دل ذلك على الاستقامة في الدين. والعطش في المنام قد يكون اتباع أهل الفتنة، أهل الفتنة في الأخلاق، وربما يكون العطش في المنام دليل على الشهوة الجنسية أو لاتباع أصدقاء السوء. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم جميعا، وأن تكون جميع رؤاكم وأحلامكم تدل على الخير والسعادة، وأن تكون لكم بحيث أنه تكون لكم استقامة، وتكون لكم دليلا في حياتكم وتنبيها في حياتكم بحق محمد وآل محمد. لا تنسونا بأفضل الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.